وقفنا عند الأزمة اللي حضرتك مريت بيها، نصيحة منك لأي رياضي إزاي يقدر يعني ما يتضرش ويحصل له الضرر اللي أصابك؟ والله أنا نصيحة مني لكل أي حد بيلعب رياضة، سواء بيلعب رياضة كمنافسة واحتراف وكده أو بيلعب رياضة لنفسه، إن هو يبعد عن المكملات الغذائية دي أول حاجة. تاني حاجة قبل ما ياخد حاجة لازم يرجع للنادي المصري. معظم يعني الوادي دايما بتنزل تقارير ان معظم 60% من المكملات الغذائيه دي ملوثه. فطبعا احنا ما نعرفش ايه اللي موجود والمصطلحات اللي موجوده طبيا مش كلنا نعرفها، هم المختصين بيها. فاتمنى من اي حد بيلعب رياضه او قبل ما ياخد اي حاجه او اي حاجه تخش بقه او يرجع للنادي المصري الاول قبل اي حاجه. وازاي اللاعب المحترف يحمي نفسه من المنشطات بشكل عام؟ بشكل عام لازم يبقى أولا يكون في دكتور مختص، ثانيا يبقى الدكتور على دراية ودراسة كافية بالمعلومات دي كلها، ويبقى دايما في تنسيق بينه وبين النادي المصري، عشان النادي المصري هو المنظمة الوحيدة في مصر اللي تقدر تفصل لك إذا كان ده حاجة ينفع تاخدها ينفع ما تاخدهاش، عشان هي دي شغلانته. طيب على المستوى الاحترافي